هناك من الناس من حصل منهم التبرم والتقصير مع والديهم من كبار السن، وربما ألقوا بهم في دور العجزة أو في المستشفيات، فلا أدري بماذا توجهون أمثال هؤلاء. هؤلاء الذين يتبرمون بآبائهم وأمهاتهم عاصون لله جل وعلا في هذا العمل، فإن الله سبحانه لما نهى عن الشرك به أتبع ذلك بحقوق الوالدين، كما جاء في قوله جل من قائل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم قال بعد ذلك منبها إلى أنه يعلم النيات والمقاصد ويعلم ما يكون من هذا العمل ابتغاء وجه الله وما يكون منه للمراءات والسمعة، فقال: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين، إلى آخر الآية. فالذي يتبرم من والديه سوف ينال العقاب، وقد يجمع الله له بين عقاب الدنيا والآخرة، وهذا هو الكثير، بأن تسيء إليه ذريته وترفض حقه وتبعده، وربما أهانوه وأذلوه، وربما تبرموا من وجوده واستطالوا حياته وشعروا بثقله عليهم. والله يقول وهو أصدق القائلين: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأخبر أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأخبر أنه يعاقب على الإساءة. فالذين يتبرمون بأولى آبائهم أو إذا ثقلوا نقلوهم إلى دور العجزة أو أسمعوهم ما يكرهون حتى يتمنى الشيخ والشيخة أن يكون قد مات قبل أن يريا هذه الحالة من أولادهم، هؤلاء كافرون لنعمة الله، جاحدون للإحسان، غير رادين للجميل، وهم بانتظار عقوبة الله جل وعلا. مما يثبت النعم ويزيدها وينشر الخير والفلاح والرضا والسكينة في البيت والمنزل وجود الآباء والأمهات وشمولهم بالعطف والاحترام والإجلال والإكبار. فالله لما أمر الولد بأن يحسن إلى والديه أمره أن يتجنب التأفف، بل أمره بأن يظهر أمامهم بمظهر الذليل الرحيم. الإنسان قد يذل لشخص دون أن يرحمه، وقد يرحم إنسانا دون أن يذل له، ولكنه أمر بالنسبة لوالديه بأن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أن يكون ذليلا رحيما لهما. ثم هدد بأنه إنما يثاب على ذلك إذا قصد به وجه الله، وإن قصد غير ذلك لا يدرك إلا ما قصد. فنسأل الله الهداية للآباء لأن يربوا أولادهم تربية إسلامية حتى يحسنوا برهم ورعايتهم في الكبر، وأن يوفق الأبناء والأولاد من بنين وبنات إلى أن يعرفوا حق والديهم ويشكروا إحسانهم السابق. فلو تصور الإنسان ما يلاقيه الوالدان من مشقة التربية والحزن إذا مرض والتألم إذا تألم والقلق إذا تأخر عن المجيء للمنزل إشفاقا عليه، لعلم الفرق الكبير والبون الشاسع بين ما يجازي به والديه وما يشعران به نحوه في جميع أوقاته وأحواله. فالله المستعان. بارك الله فيكم.